شايف احترام يلا بترجع تاني ليه؟ استنى استنى هشغل اغنيتي المفضلة. طبعا انتوا عارفين الاغنية ايه. ها 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 انا شطة انا شطة ايه افتكرتوني اشغل اغنيتي؟ لا طبعا. What the fuck is wrong with YouTube؟ ايه 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 لايك دي يا شطة، انا بتحداك انزل بديستراك عليا. ايوه انا بقولها في اول الفيديو، مايك دي شطة انا مستنيك. ايه اللي انت بتعمله في اليوتيوب؟ ايه اللي خايل انت مين خلاك تغني؟ انا بقول لك اهو مجدي يا شطه محمد خالد بيتحداك، بس مش ده موضوعنا يا جدعان، لان احنا اغنيه الحوت الازرق اللي لسه نازله جاد دام اتدمرت اليوتيوب. انا زهقت من كل لبس الجيشي. احلى مرش في الدنيا، تقدر تجيب مرش ده على الانتي مرش دوت كوم برضه، بس مش عارفكم في الموضوع ده. ثواني انا سمعت اليوتيوب اشتكى مننا، انغامي صوتت مننا حرفيا. احنا بتوع انغامي كلموني بيقولوا لي خد يلا انت مين؟ يوتيوبر. ايه اللي جابك في من؟ طبعا زي ما انتم عارفين يا جدعان الاغنيه بتاعتي طلعت ترند على انغامي، وكانت محطوطه على اول ما تدخل على انغامي هتلاقيها في وشك، فدي حاجه عظيمه ان احنا دمرناها وطلعت ترند توب عرب توب ايجيبت توب لايكت ان عرب، فدي حاجه عظيمه. بس شط انا لسه هتحداك لحد دلوقتي، انزل بالبيست تراك عليا وانا مستنيك يا مجدي يا شطة. طيب يا محمد انت جاي هنا ليه؟ اليوم ده بتاعكم او الفيديو ده بتاعكم، زي ما انتم وصلتوني لترند خامس على اليوتيوب، وزي ما انتم وصلتوا الاغنيه ل 100,000 لايك ايه ده؟ في 24 ساعه، فانا قلت هعمل النهارده رده فعل محمد خالد على رده فعل الفانز على اغنيه الحوت الازرق. فهمت حاجه؟ لا؟ طيب. طيب بس قبل ما ابدا الفيديو يا ريت يا جدعان ما تنسوش اهم حاجه توصلوا الفيديو ل 90,000 لايك، ولو انت جديد هنا اهم حاجه ما تنساش تدوس سبسكرايب. نسيت اعرفك بنفسي، اسمي محمد خالد وان شاء الله تنبسط هنا. يعني اتمنى ان الكلام ده يكون بجد. ليه بقى يا جدعان؟ لان انا ايه ده شعري زخم؟ لان انا ايام زمان يا جدعان لما كنت بعمل فيديوهات كنت لازم اتفرج على الفيديو الاول وبعدين اعمل رياكت عليه، فاتمنى ان يكون كلامك صح. يعني يا جدعان محمد خالد من اقوى وافضل الناس اللي بيعملوا فيديوهات على اليوتيوب، بصراحه شخص مبدع جدا. مامان مامان طبعا بعد الكلام اللي انت قلته لي ده اتاكدت انك هتقول على الاغنيه حلوه. يا جدعان محمد خالد من اكتر الناس اللي بيحبها على اليوتيوب كمان، يعني انا طلعت اليوتيوبر المفضل بالنسبه له كمان. احمد قول رايك في الاغنيه بكل امانه. تمام، وانا بصراحه من قبل ما ابدا المقطع الكليب بقى كده ياخد مني 10 من 10. يا احمد انا عايز اعرف رده فعلك الحقيقيه على الكليب. بالمناسبه شكرا يا ماما على الملايه الروعه دي، معرفش والله ليه بتعملي فيا كده يا امي. ميكي ماوس ايه ده؟ ايه ده؟ انت عامل في صوتي كده ليه يا احمد؟ عشان الكوبي رايت وكده؟ انا 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 مانع ان الاغنيه تعمل عليها اي كوبي رايت. رد فعلك فين؟ انت بتتفرج بس؟ ابويا افجر يعمل لك ايه؟ شايفها 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 خدها. اوه اداني التقييم 10 من 10 ولسه ما خلصش. باين عليه مستمتع بالاغنية جدا، ف ماما يا حبيب قلبي. اوكي وكده يا جدعان انتوا مش نهاية المقطع، بصراحة الاغنية من اكتر الفيديوهات ماما رايك عليا؟ لسه اول مره انت شفته وانت واللي احمد شايف وانا انا عارف كويس. فين ردة فعلك؟ هو مستمتع جدا بالاغنيه. ايوه يا حبيبي انا عامل ردة فعل. هو بيحرك راسه بس. ايوه ادي اخيرا نتكلم. اول كلمه نطقها وقالها فيديو كليب دمار. بطول اه بتفرحوني. تعالى
طبعا هو عمل رياكت على الفيديو كليب ومعلناش غير كلمتين بس وسط الفيديو كليب، بس اتمنى ان هو دلوقتي يقول حاجه. لا بجد، ها اخويا بس كده. رد فعلي على كليب محمد خالد الحوت الازرق هينتحروا، انا هعيش علاقه بيه. بص على الاغنيه. اوه نلغي شويه بقى، انت مقدمه هي اللي هتخلينا نغني رابيا. انت كويس؟ ابدا، انا لسه جربت تجربه ان يوتيوبر يعمل رياكت على الرياكت بتاعي. I'm here bro. Got your back. في يوتيوبر مشهور بيشوف الفيديوهات دلوقتي، حط تعليق كده انت ها؟ يكرمك يفرجها ولا حاجه. انا ده انا نزلتك عندي في القناه مش عملت لك كومنت بس. ده حلو كالعاده. بعبقريتك اكدت لي انك ما سمعتش الاغنيه مره، ده انت سمعتها 1000 مره. عمل ايه؟ قال سكريبت قبل ما انا اقولها اساسا في الاغنيه. اسمعوا كده تاني. بوظت الراكت. طبعا يا جماعه بحب احكم على التراك من البدايه بتاعته. عظيم. البدايه دي فن، انتوا عارفين ان انا ماليش في التطبيق. الواد مستمتع جدا يعني. بصوا لو قفلنا الاغنيه وجبناه هو بس وهو شغال هتلاقوه الواد في حاله انبهار. لا استنى بقى استنى بقى استنى استنى، انت بتقول ليش تنفيك هتشير؟ طب محمد خالد ده عادي. محمد خالد كان كاتب في الوصف بتاع الفيديو ان الكلام اللي في الاغنيه ده ملهوش اي دعوه بشخص. ازاي؟ عرفت الشخص؟ الف مبروك كسبت معانا كيس ملع ده. الكلام مش على حد، اموت نفسي، الكلام مش على حد. صدقوني بقى ما تصدقونيش، انتوا احرار. هنرقص ايوه يلا يلا هنرقص. ها هيرقص فعلا؟ ثواني ها انت بتصور لي. اوه ماي بوي. ايه ده غلط غلط انت اللي انت بتعمله ده. بس يا جماعه مش هقدر رياكت اكتر من كده لان الكليب فاجئ ومش عارف اطلع فيه غلطه. كلهم هيخشوا كليه اعلام. يعني ايه عامل رياكت لثلاثه ما يطلعوش ولا غلطه في الكليب؟ دور على حد شتمني، لازم اكيد في حد شتمني. انا ما سمعتش الاغنيه غير مرتين بجد اغنيه. اخيرا حد صادق معانا. محمد خالد ده زي ما تقول كده بس يتعلم. اوه مان. ناس كتير قوي شايفه ان هو ما عملش حاجه وكل تفكيره وكل الحاجات اللي بيعملها دي واخدها من ناس ثانيه. شكرا والله مش عارف اقول لك ايه، واي حد بياخدني مثل اعلى ليه شرف ليا، واتمنى ان انا ابقى مثل اعلى حلو. زاد هتكلم عن النقطه اللي هو شايفيني بقلب بره وشايفيني ان انا بعمل بلا 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 ولا بلا. اللي اتعامل معايا في الحقيقه يعرف ان دي شخصيتي في الحقيقه، انا مش مصطنع. دي اول حاجه. تاني حاجه اي حد بيبقى له هيترز او اي حد بيبقى له ناس كرهاه فدي حاجه عاديه، فمحدش يتضايق لما يلاقي حد بيشتمني. اكيد ده طبيعي يعني، اكيد اي حد بيشتم. انا واثق من نفسي وعارف كويس ان انا بقدم حاجه كبيره، وعارف كويس ان انا ما بقلدش حد، وعارف كويس انا بعمل ايه. فا شكرا ويلا كمل الفيديو. استغربوا تعرفوا ان اللي طلب مني اعمل الفيديو ده ناس صحابي من السعوديه، هم اللي سمعوا الاغنيه من عشان نزلتها اكتر من مره ستوري على الواتس وعلى الانستا. هم اللي طلبوا مني اعمل الاغنيه دي على اليوتيوب وانزلها، ولازم بيقولوا له لازم ان انا اعرف محمد خالد ان الاغنيه وصلت السعوديه وبتتسمع ايه. ف دايم بوي. الناس من السعوديه بحبكم والله. ترجع جيبك تلعب معايا هيناك، شوف اللي هو فينا مش هسيبك، لازم تعرف ان سيبك حاجه بتنزل يلا بيك. اوه انا حبيت الواد ده. يا جماعه انا عايز اقول لكم ان الفيديو ده بيحط على ناس كتير قوي، بيحط على ناس كتير قوي بمعنى الكلمه. خلاص شفتها؟ انا عرفت انت خلاص كليب بتاع الاغنيه ان محمد خالد عدى الامان، الحوت الازرق بقت 5%. الاغنيه دي مصنفه بالنسبه لي ممكن اسمعها كده اغنيه راب عاديه يعني، مثلا زي مثلا وانا قاعد اسمع الاغنيه عادي في السماعات كاغنيه، مش كاني بتفرج على اليوتيوبر بيعمل اغنيه. فرحتني حلوه بامانه. طيب قلبي وانا قاعد مع الناس عشان قبل ما نعمل الاغنيه قلت لهم انا عايز اغنيه السنة، مش عايز اعمل اغنيه بتوع اليوتيوب بس يسمعوها لما يفتحوا اليوتيوب، لا انا عايز اغنيه تفضل معلقه في دماغ الناس. وده اللي حصل. من هنا انا عايز ادور على حد شتمني، مفيش حد بيشتم، انا عايز واحد بيشتم. ايه في ايه؟ وات ذا فاك يعني. بص انا يعني بص لسه اول 6 ثواني كده من الاكل يعني، تيجي الصوره الجميله دي لمحمد وهو
كليب يعني ليه دوت يعني الصوره دي بتفكرني لما مثلا تخش خناقه وتتضرب فيها. طب بتقول ايه؟ لا اوكي اوكي فاهم. هو كده موجوده شايف ولا ايه؟ Why are we still here? شو بتضحك عليه؟ طب هو حد الجيو بوكس في عينه ولا انت بقالك نص ساعة بتتكلم في نفس الحتة؟ كمل الفيديو. انا عمري ما شفت حد بيقول نكت وهو بيضحك عليها. انا بعملها ساعات بس ينفع تكمل الاغنية؟ بركبك كالعادة انا فاجر اعجنك في نفسك جوا قالت صبرني يا رب. هيضحك تاني هيضحك تاني. انت ايه ده؟ عارف اللي هو فوق عارفين الجزء ده فكرني ايه؟ صدقني محدش بيضحك غيرك دلوقتي. ينفع تفهمني انت قصدك ايه؟ ينفع تعمل ردة فعلك على الاغنية؟ وبعدين اسأل سؤال، ازاي ردة فعلك على الاغنية ليه وانت بتطش بوشك اساسا؟ انا هشوف ردة فعلك ازاي؟ ليه؟ الصورة دي السلام عليكم. هو حد بيضحك على الحاجات دي؟ بصوا هي الحته دي عجباني شخصيا. تمام عجبته حاجه يا سلام ازغرط هيجرالي حاجه دلوقتي. طب يا جماعه كنت خلصنا الفيديو، اتمنى ان الفيديو عجبكم. اهم حاجه ما تنسوش تدوسوا لايك وتدوسوا سبسكرايب وتظبطوا الكلام ده، وان شاء الله اللي جاي عظيم زيكم كده. شكرا ليكم الف مره على اللي انتوا عملتوه معايا، بجد اللي انتوا عملتوه معايا كبير جدا وعمري ما هنساه طول حياتي، وهيفضل يحفزني ان انا اقدم لكم الاحسن احسن. معاكم محمد خالد، السلام عليكم.